You don't actually believe a single word I'm saying, do you? Oh, sure, of course I believe you. Great. Just repeat the words I'm about to say, all right? Moon, prism, power, makeup! Right! Moon, prism, power, makeup! بس الفكره كانت اساسا بالبدايه ان هذا خلي الفيديو كله صامت، بس انه ما اقدر لازم اتكلم. فاليوم قاعد افكر بموضوع سالفه انه هل اني اصور الفيديو هذا ولا لا، لان تعرفون انه صار لي مده اساسا على ما نزلت فيديو، وما ادري اساسا هذا الفيديو متى راح ينزل، وما ادري متى راح اسويه. فقلت انه بس بصوره، احنا الحين شهر 12، ووقت ما قدرت راح اسويه واحطه، لان حسيت انه ابي اوثق من اخر شهر بالسنه والاشياء اللي قريتها واللي سويتها، بلس ذا فاكت انه راح يكون اخر كورس لي بالدراسه يعني. حسيت انه اوكي راح يصير عندي اسباب اني اصور. I don't wanna sound weird but تذكرون هذا البلوفر، هذا اتوقع صورت في فيديو افضل كتب شني كانت 2019 شيء كذي، حل من زمان عشان كذي، بس انه انا وايد احب هذا البلوفر. anyway بس انه بقول لكم سالفه انه الحين بهالفتره يعني انا عاده انه ما اصور لانه ما ابي شيء يشتت انتباهي عن اشياء مهمه ثانيه، بس هالفتره احس انا احتاج تشتيت يعني. انا بيصير فيني انه يعني قبل ايام لما كنت اصور فيديوهات كنت اداوم ما ادري شنو كذي، ما ادري احس اني كانت حياتي وايد احسن من الحين. ما ادري بس الحين حرفيا يعني sometimes I struggle even like to wake up in the morning this time. انا والله what is actually happening with me. احس انه ببدا اصور علشان يصير فيني انه احس انه I'm motivated to do something. اذا كنت قاعد اصور ما ادري شنو الموتيفيشن دائما يكون بالاشياء العادية يعني انه ما اقدر اسويها، بس انه من ناحية القراءة احس like it's always my think no matter what is actually happening with me you دايما تلقون اقرف. عشان كذي يعني دايما ان الشهر يكون مخلص وانا اساسا انصدم ان انا قريت كل هذه الكتب، بس ان اللهم يعني اغلب الفتره الكتب هي اللي موجوده عشان على عدني، او ان اي شيء على طول تلقوني ان قاعد اقرا ما ادري شنو، فتلقوني يمكن ما اسوي ولا شيء بس انا بالنهايه على الاقل اكون قاريه كم صفحه من كتابي. يعني احس هالفتره وصلت مرحله واللي اساسا هي حلوه، مع ان احسها حلوه مو حلوه، ان ما اقدر اخلي يومي يمر بدون اقرا ولا شيء. من شهر 10 للحين يعني كل يوم قاعد اقرا شيء. ما ادري هو ما اقدر احسبه بالضبط، بس تقريبا يعني انه ما في يمكن الا ما كم يوم اللي انا ما قريت فيه ولا شيء. انا حتى قاعد اصير لي الفتره اللي طافت يعني قاعد احط انستغرام واشياء
كذي. حاسة إنستغرام feel comfortable like إن أصور أشياء، لأن دائما التصوير كذي أنا أحب، يعني أحب أصور وايد. دائما تلقون إنستغرام أكثر شيء، يعني بتويتر أحس إن الفترة الأخيرة ما عندي شيء. الحين قاعدة أحاول أصير active more بجودريد، يمكن صار لي 5 سنين بجودريد، وكان في كتاب توقع قريته الفترة اللي طافت وكانت أول مرة أكتب فيه مراجعة. تخيل بحاول شيء أحط بجودريد وشيء، أحس مرات يشجعني لأن يصير فيني إن there is a lot of people actually like asking me about this job، أو إن يعلقون عن الأشياء. يعني مو ما يكون بجودريد بس إنه يكون بالإنستغرام وإيش إنه يجون بالدار. أحب لما يكون في تواصل بيني وبين إن الناس شيء already قرأوا الكتاب أو يبون يقرون الكتاب، أو إن سالفة إن لما أحط عن كتاب بالإنستغرام وايد وايد ناس يقولون إنه مشتاقين أو إن شيء like excited to know about my opinion وشيء. حسيت إن okay I don't know but like I don't wanna feel like إن يحط عن كتاب أو يحط عن شيء بس بالنهاية ما يقول ما يتكلم عنه. فراح أبدأ الحين أصور أشياء، راح أقولكم عن كتب. إحنا الحين شهر 12، ففي أشياء قريتها طبعًا، في أشياء خلصتها وأشياء شيء سويتها راح أقولكم عنها، بس إنه الحين بعد شوي. أنا ما أدري شنو هذا، بس هذا يعتبر سبب من أسباب ساعاتي كل يوم، إن كل يوم قطوة جديدة تمر مني. This is so cute والله. أنا ما أدري شنو النوع هذه، بس كل مرة تمر واحدة ثانية. حفظ الرحمن، مع السلامة. الأمس شفتوني كنت طبعت هذه الرزنامة شهر 11 سوري 12 اوكي. السبب اني ليش حطيت رن لانه هو راح يكون عيد ميلاده بشهر 12. عاده انا ما ادري بس انه مرات احط اشياء يعني لها علاقه بالشهر، بس شهر 11 اتوقع الشهر الوحيد اللي كان ما له شغل بالموضوع. يعني حطيت وبنسيت اسمه بس هذا من سيرفر ذي انت. فعشان كذا الحين بقعد اكتب اشياء، لان الحين الفتره اللي طافت او ان الايام اللي طافت كلها كنت قاعد استخدم ورقه واكتب اشياء كذا، بس اني قاعد انسى. فعطيت هذه قدامي راح يبين وما راح انسى. شنو قلت لكم انا؟ بس ان الحين هذه الثاني قطوه تمر وغير عن اللي سواها. او ماي جاد، او ماي جاد طيحت الاسنان. anyway بس ان القطوه هذه لها مده ثانيه واحس والله ايش حالاتكم والله. المهم اللي طاحت هو الاسنان هذا. حلو، يلا انت الثانيه بعد فضل الرحمن. أقرأ الحين كتاب ساق البامبو بس النسخة الإنجليزية. هذه طبعاً مو أول مرة أنا أقرأها، قريتها يمكن قبل 4 سنين قلنا بالنسخة العربية، يمكن قريت أمس شوية يعني وصلت يمكن 47. أول شيء بقول عن الكتاب إن أنا ما توقعت إنه راح يكون كذي حلو بالإنجليزي. I usually read إن كتب تكون مترجمة من إنجليزي لعربي أو إن من لغة ثانية للعربي. This is my first time actually to read إن كتاب عربي يكون مترجم بالإنجليزي. ما حسيت إن تعرفون إن وأنا أقرأ إن قاعد أواجه صعوبة بالفهم أو شيء كذي، يعني اللغة وايد وايد سهلة. يعني توقعت ان الكتاب انه راح يكون شوية صعب ترجم، انه شلون نقل كل شيء بالضبط. احس انه خرب من القصة، ما اقدر احس اني احكم وايد على الموضوع لان يمكن بس قريت 50 أصفحة. I know already ان انا اساسا احب هذا الكتاب وايد، الترجمة الطبيعية وشي اشياء، بس تعرفون لما رديت قريت الكتاب بعد هالسنين كلها حسيت انه احس اني نسيت انا ايش كثر احب هذا الكتاب. تقريبا ما وصلت بالكتاب وايد. I'm really enjoying it and like I cannot wait إن عشان أكمله. تخيلوا إنه ما مدى قريت الشابتر الحين، أحس لقيت شيء أحس I need to share إنه معاكم. إذا ما تدروا عن القصة، ساق البامبو تتكلم عن شخصيتنا الرئيسية اللي اسمها عيسى، أوكي، اللي هو من أم فلبينية وأبو كويتي. فجوزفين اللي هي أم عيسى إنه كانت تشتغل عند راشد
فتعرفون مع الوقت وما ادري انها حست ان في مشاعر اتجاهها حق ان راشد مع الوقت كذي يعني صارت حامل. فعيسى هو كان نتيجة الاشياء اللي هو سموها. عيسى كان يقول مني اللي هو شخصيتنا الرئيسي، فهو كان يقول if only my parent could have given me a single clear identity instead of making me a group my way along through life and searching for one. هذه الجملة الأولى وأحس أوكي. شوفوا I don't have an idea إن شلون الشخص لما يكون مولود من أم وأبو غير من ناحية الثقافة ومن ناحية أشياء وايد، بس مني أحس عيسى بهذه الفترة قاعد يوصف الشعور. I don't know شلون سعود السمرسي يقدر يوصف هذا الشيء كالشخص لما يكون من مولود من مكانين، أحس يصير فيه إحساس بأن عدم الانتماء أو إن شيء إن يكون ضايع بين شيء، أو إن يمكن مرات إذا الأهل أو إن الأم والأبو تعاملوا مع الموضوع زين ما راح يحس بهذا الشيء. بس anyway إن اللي جبت الكتاب العربي هذا وبقول لكم نفس الفقرة اللي توا قلتها، فأحس إن اللغة الأصلية راح تكون أكيد غير لو أنهم اتفقا على شيء واحد، شيء واحد فقط، بدلا من أن يتركاني وحيدا أتخبط في طريق طويلة باحثا عن هوية واضحة الملامح. أحس it's even أحسن، الفقرة هذه أحلى بالعربي. وأحس oh my god this is أنا بسألت إن لك أي جنون هو الذي يخلق من دقائق متحتهما بؤس حياتي بأكملها. وأحس this is exactly يوصف شعور الحين عيسى. أحس I don't know الحين أن إذا بكمل بالإنجليزي بالعربي، بس أحس إني أبرد أقراهم اثنينهم يعني both نسختين is actually good. تعرفون لما تشي يقول لكم إن الكتاب حلو بجميع نسخه قدم لكم هذا، بس إن الحين تركيزي أكثر شيء راح يكون بالإنجليزي، يمكن بعدين السنة الجاية يعني أقرأ مرة ثانية بالعربي. I don't know we don't mind reading this again and again because we love this book. صباح الخير. احس ان الحين وصلت وايد بالكتاب اللي هو ساق البامبو. انا نسيت كل هذه الاشياء الحلوه شلون انا ما ادري الحين انا ذكرت ليش احبها الكثر، ما ابي اخلصه بس نفس الوقت انه ما بقى منه شيء. ما ادري وين وصلت الحين، تقريبا بقال يمكن 100 صفحه انا ما تقريبا هو يمكن 300 وشي صفحة 360، وإذا وصلت اليوم 260 راح يبقى لي 100 صفحة. نروح حق موضوعنا الثاني اللي هو الكتاب الثاني اللي قاعد أقرأه اللي هو أساسا ما أدري اللي قلت لكم عنه ولا لا، بس يمكن تكلمت عنه بفيديو من قبل لأن هذا مو أول مرة أقرأ الكتاب. أنا يعني أساسا وايد أحبه. الحين أنا قررت أكمل الجزء الثاني، رديت قريت الجزء الأول نصار فيني إنه أوكي ما أتذكر ولا شيء منه، بس guess what لما وصلت تقريبا نص الكتاب ذكرت كل شيء وعرفت شنو راح يصير. فقاعد يصير فيني إنه I don't mind غير دور التوصيل إنه توني سبب إنه خلاص إنه في قلم مني ناط من هالصوت. الكل قاعد يقول عن هذا الكتاب إنه وصل الحين نصه وما بقى لي شيء إنه على ما خلصه. هذا قصته يعني نصره في شخصيتنا الرئيسية عندها قوة التلباث اللي هي من تقدر تقرأ أفكار الناس. في يوم من الأيام يلها سيريس الصبي يقول لها سالفة إنه شلون عندها القوة وما أدري شنو أشياء تصير تروح عالم جديد شيء وايد أشياء تصير يعني اللي تقريبا لنصه وفي وايد أشياء يعني ما قال لنا شنو ليش قاعد تصير أو شيء كذا عرفته. أحس إن الموضوع راح يأخذ وقت لأن تخيل إنه للحين في 8 كتب اتوقع يصير فيني واو I cannot wait اني اقرا الباقي مع انه ما عندي الحين الاول والثاني. انا مخطط اساسا اقرا الثاني بعد هالشهر، بس انه شيء احبه وايد بالكتاب انه مو بس طرفة ان الحدث الرئيسي حلو، هم في اشياء جانبيه تصير وهم الشخصيات. ودي اقول لكم كميه الشخصيات الموجوده بالكتاب، لما اكتب دائما احط كل الشخصيات طاحت كثرهم واحد هاي اثنين وهاي ثلاث وشلون كلهم كل واحد عنده شيء بالقصه احس فيني this is just so crazy. وما actually planning this شهر بعد اني اقرا اكمل هذه السلسله هم اساسا في بعد اثنين، انا قريت اول اثنين وبقالي ثلاثه بحاول اقراهم بشهر 12 عشان اخلص السلسله لان اساسا وايد حلوه. احب شلون الخيال اللي بالكتاب موجود او شلون تشيل الاشياء اللي قاعد تصير فيها وبلس ذا فاكت انهم اساسا حيل قصار يعني شوفوا يعني الكلام بالصفحه الواحده وايد شويه وفي رسومات اشياء كذي. ويمكن اخر شيء اذا مداني الجزء الخامس من يس مسز بيرجن يمكن اقرا ان هذا ببالي الحين لان الجزء الاخير راح ينزل السنه الجايه يا جماعه راح يكون شهر 2 واللي هو شهر ميلادي واحس لي انا حرفيا هو راح يكون اتوقع اخر شهر 2 وانا ميلادي بدايه شهر 2 بس anyway يعني راح يكون نفس شهر ميلادي واحس
او ماي جاد اي كان نوت ويت. اظن فاكت ذات ان الكتاب اللي قبله اللي هو اساسا ما باف داي شويه خيب ظني شويه يعني تعرفون يعني خلينا نكون صريحين مع بعض، الكتاب اللي قبله كان وايد كبير وكان في وايد اشياء حسيت انه اوكي ما لها داعي نوعا ما، يعني انه كان بامكانه يكون اصغر من كذي، بس قلت انه يمكن بهذا الكتاب they will make sense انه ليش هذول الاشياء كانوا موجودين. I love this سلسله وايد عشان كذي كملت. فقاعد اصير فيني ما ادري شو راح يكون بالجزء هذا، I'm actually excited وخايفة بنفس الوقت إنه شو راح يصير مني، فعشان كذي يمكن إذا ما قريتها بشهر 12 ممكن أقرأ بشهر واحد ولا اثنين بالكثير، يعني ما راح أطول فيه. بقولكم شيء بعد، الفترة الأخيرة أنا صايرة إن خفت من القهوة، قمت أسوي لحالي كاكاو واللي هو هوت شوكليت يعني. أوكي ريسنتلي صايرة وايد أشرب، يعني حرفياً مو بس الصبح يعني قمت أشرب حتى العصر والمغرب بالليل وشي وايد أشياء، فكان يصيرني وبعدين يعني بالليل يصير فيني أو ماي جاد ليش ما قاعد أقدر أنام، وش أساساً طعمه it's not that bad. اوكي يو جايز بسوي لي كفر جديد حق السويتش، هو عموما مو كفر جديد يعني انا عندي هذا الشفاف فكل مره اطبع شيء واغير لهذا اوكي، فبقول لكم وبرويكم شلون. اول شيء تحتاجون هذا الكفر الشفاف. اوكي هو حرفيا تقدرون تسوونه على اي مكان، بس ان انا راح استخدم الحين ايبادي علشان اسوي فيه. البرنامج راح نحتاجه بس كنت برنامجين بيكس ارت وبنترست، وبعدين نروح عند شيء اللي هو اسمه بيك كانفاس علشان نختار الحجم. طبعا انا اوريدي قست لهذا الحجم مسطره وهذا كستف عرفت القياسات فأردي حاضرته وأردي كل مرة عندي التمبلت جاهز دون. بعدين نختار أبيض وترى هذا صار عندنا الحجم اللي هو exactly this. ونسيت شيء بعد تسوونه يحتاج هذه الطريقة، بس إنه بعدين عشان يكون موجود بالصدق وكذي يحتاج أشياء ثانية، عشان كذي ننطر له بعدين عشان أقول لكم شلون. فأول شيء أنا مني عندي الصفحة البيضاء، إذا عندكم مثلا أشياء استيكرات من بنترست أو موجودة أردي بيكس آرت في أشياء، يعني كل واحد والكرياتيفيتي اللي داخله شلون راح طلعا. انا اصلا كنت مفكره اني اسوي رسمه كبر، بعدين صار فيني انه ما عندي وقت اسويها، بس فور ذا مين تايم بستخدم طريقتي لكل مره. اوكي صباح الخير، اليوم اثنين، بس ودي اقول لكم انه ما بدا امس قاعد اقول لكم انه انا وقفت اشرب قهوه ما ادري شنو guess what سويت لي قهوة، بس يعني حطيتها مع حليب، هذا الشيء احسن شيء انا اسويه بالحياة. اوكي الحين موضوعنا مو عن القهوة، موضوعنا الحين عن كتاب ساق البامبو. تقريبا انا شو قلت بخلي ان 100 صفحة من الكتاب عشان اقراهم بالليل، لان انا عادة الحين روتيني صار اني اقوم الصبح اقرا بعدين اسوي شغل بعدين شيء، بعدين يمكن اذا بداني يمكن اقرا والعب واطالع حلقة او شيء كذا. بس اليوم اللي صار اني قريت وايد الصبح بدون لا احس، لان امس ما قريت شيء يمكن اتوقع، فعشان كذا الحين يمكن بقال لي يمكن 30 صفحة من الكتاب. بس الكتاب وايد خلص السبعة، هو النوع من الكتب اللي يكون بطيء، يعني مو شرط انه يكون في احداث وايد تصير وتخليكم شي ماسكين كتاب وابي اعرف شو يصير وما شنو، لا بالعكس يعني هو من نوع الكتب اللي احس انه ما انا اقراها شي احس انه I'm relaxed I don't stress about anything، لان النوع من النوع الروايات ان انا احب اقرا على كثر اني احب نوع الروايات اللي يكون فيها اكشن اللي يكون شي وايد اشياء تشد وايد اشياء تصير، بس بنفس الوقت مرات احب اختار نوع الروايات اللي تكون وايد هادية، احد اسباب ليش انا وايد احبها. جانب انه تتحدث عن وايد اشياء ما ادري شلون، بس احس ان ارتباطي بهذه الروايه وايد كبر الحين لما قريتها مره ثانيه. اوكي الحين احس بودي اسوي فقره ان اقرا لكم شيء حلو من الكتاب عجبني، بس احس ما ادري شنو اقول لكم وشنو اخلي لكم، فبس بحاول اقول لكم شيء بعدين اجيب الكتاب انه مره ثانيه اسوي نيب بالعربي اذا تدري لكم اياه انا راح يصير ما لما عارفين. اوكي هذا الشيء الاول اللي اقتبس بقول لكم عنه، اتوقع كان بدايه الكتاب صفحه 68 مني كان قاعد يقول انه هو سوى شيء غلط وهو صغير عيسى، قاعد يقول انه وي شود بي ايبل تو forget the mistake we make in childhood, but if the victim of your mistake is still there right in front of your eyes and grow up with you and the effect of the mistake is still show, then how can you forget? I often might make excuse for myself. I say I was just a child that didn't understand that I couldn't be held responsible. It wasn't my fault. احس ان الشيء زين انه اساسا قاعد يفكر بالاشياء اللي سواها هو ياهل. A lot of people actually don't tend to like recognize their mistakes, يعني انه ما يحطون ببالهم الاشياء الغلط اللي سووها حتى لو ما فرقت يعني انهم صغار وهم كبار وشي كذي. انا حبيت انه شلون هو عيسى مفكر حتى بالغلط اللي سواها وهو صغير. اسال لقيت شو اسمه الاقتباس فراح اقول لكم اياه. لابد وان تنسى اخطاء كنت قد ارتكبتها في حق الغير زمن الطفوله، اما وبقاء الغير امامك لا يتنزح يكبر معك واثر الخطا فيه لا يزال، فكيف السبيل الى النسيان؟ كنت طفلا لا ادرك لا مسؤوليه علي ولا لوم. كاوسيد او اكشلي ام سوري ان ما قد انطق عدل بالعربي، لان انا احس ان مخي قاعد اقرا عدل بس انه بالهذا
اعطي كلمات عدل، بس انه شفت شلون الفرق بين اخذ الكلمات كذي؟ احس انه بالعربي وايد اقوى واحلى. عندنا بصفحه الف بسم الله صفحه 163 عيسى من مر فتره الكويت اللي هي كانت 15/1/2006. اذا انتم ما تدرون يعني هذا كان تاريخ يوم وفاه الشيخ جابر الله يرحمه. For me it was like something so like sad and I get so emotional every time I actually talk about it. لان حسيت انه هناك شخص انه انا لما انولدت يعني هو كان اول شيخ بالنسبه لي. يعني ب 2006 اتوقع كنت بالمتوسط، هذا اللي اتذكره. I don't know how to say this، بس انه again صارت التجربه مره ثانيه مع الشيخ صباح الله يرحمه. يعني خلينا صريحين مع بعض، يعني الشيوخ عاده يعني ما يكونون فرد من العائله او شيء كذي، بس انه you get attached to them and like what they actually did and the اشياء اللي سووها. فعشان كذي مني ان عيسى قاعد يقول لنا عن فتره بالكويت لما كان عندهم الحداد، فيقول ان I was surprised at how the sadness affected everything. Seeing sad faces is only to be expected on some occasion, but for everything to be sad, the street, the houses, the land, the sky, all at the death of one person seem a little too much. Sadness is something colorless and invisible that a person project and that then infected everything around them. The effect is evident on everything they touch, even if the sadness itself remain invisible. وحس like هي actually شرح بالضبط شلون كان الشيء من كثر ما هو يعني وايد تأثيره قوي، إن حتى مو بس تشوفونه بوجوه الناس، إن كان حتى تحسونه بالشوارع وبالبيوت. أوكي نفس الفقرة عندنا بالكتاب بالعربي صفحة 109، بس يقول من أين للحزن أن يحتل كل شيء؟ أن ترى وجوها حزينا أمر له تبرير في بعض المناسبات، أما أن تحزن الشوارع والبيوت والأرض والسماء لرحيل شخص ما، الحزن مادة عديمة اللون غير مرئية يفرضها شخص ما تنتقل منه إلى كل من حوله، يرى تأثيرها على كل شيء تلامسه ولا ترى. هكذا كانت الكويت في الأيام الأولى لوصولي، يفرز الناس أحزانهم تتشربها الأرض والسماء والهواء وكل شيء. Oh God, this is like so حلو. فأوكي عندنا عيسى يعني هو مر وايد أشياء صارت بالكويت، هو كان موجود، فراح نعرف يعني من وجهة نظر من هذه المواضيع بعض الأشياء يمكن أنا لسه ما كنت موجودة فيها أو إنه ما كنت مولودة، بس بعض الأشياء يعني مثل هذا اللي صار 2006 أنا كنت موجود. في وايد أشياء تصير، عشان كذا أنا أحب وايد أقرأ حق سعود السنوسي، لأنه هي always have إنه ارتباطه بين الأشياء اللي تصير بالكويت مع شخصياتنا. ساق البامبو في هذا الشيء وفرعنا محصة بعد. أوكي بما أن ابنا سيرة فرعنا محصة بقول لكم عن سالفة إنه ليش ما أروح أسحب على الأشياء اللي قلت لكم عنها إن يمكن أقرأها، وأحس إن نطرن عليهم وأروح أرد أقرأ. أنا محصة بس النسخة الإنجليزية. أنا أحس أوكي I already read، أنا محصة النسخة العربية وأحبها وكل شيء. I wanna really read النسخة الإنجليزية. إن شلون راح تكون هذه؟ لأن I don't know if you know but like فرانا محصة أحبها أكثر من سالفة بابا، عشان كذي إنه بتشوف شلون راح تكون تجربتي معاها. بس anyway نسخة فرانا محصة الإنجليزية ترى وايد حلوة. I didn't expect it to be like a hard cover you know. It's like فيها تين نخل. The fact that إن النسخة الإنجليزية حاطين إن شجرة العائلة حق كل شخصيات فرانا محصة هم وايد. مشعل فيصل اتوقع اسم الرسامه اللي راسمه مني، راسمه مني بس النقير، بس حبيت ان شلون هم مني مرسومين كلهم. بدي اقول لكم كل واحد منه، بس ان انا اكون صراحه معاكم نسيتهم، بس ادري ان في عندنا صالح وفهد، اتذكر شخصيتنا الرئيسيه هو اسمه ما عنده اسمه اللي هو كتكوت اتوقع. I will continue on with the keeper of the mystery الجزء الاول ويمكن اكمل معاه الجزء الثاني، بعدين اذا خلصت هذا ان ساق البامبو راح اقرا انا محصه. I love لما اقرا كتب انا قريتها من قبل ويولي شعور شيء وايد حلو. فودي اقول صدق شكرا حق هالكتب لانها موجوده بهذه الفتره اللي انا احس اني صدق احتاجهم، وشكرا حق الكتاب اللي يكتب لنا اشياء كذي عجيبه. اوكي فالحين شو راح نسوي؟ كنت مفكره اني اكمل كتاب كيبر اوف ذا لوستي، بس ان اللي راح يصير الحين انه بروح اشوف شيء. اوكي ان الشيء اللي بتشوفه الحين انا عندي فيلمين عموما، مسرحيه وفيلم، واحد اللي هو هاملتون اللي هي اساسا مسرحيه موسيقيه، الثاني فيلم اسمه وولف ووكر. هو اللي نزلته ليش؟ لانه من نفس استديو اسمه كارتون سالون اتوقع. الاستديو هذا عندهم قبل انا شفت لهم فيلم واللي هو كان اسمه Song of the Sea، وقاد الفيلم كان وايد حلو. عندهم وايد افلام I didn't like have the chance to watch them all. تعرفين ان هذا الفيلم اخر واحد نزل هو 2020، يمكن اذا شفته يمكن راح يبقالي ثلاثة او اربعة غيرهم. ما انا احس اني ما بيستعيل اني اشوفهم كلهم مرة واحدة، I will take my time عشان في وقت ما حسيت اني بشوف لهم شيء اطالع، عشان شيء انا احس انه راح يكون شيء خفيف وكذي، يعني انه ما راح يكون طويل نفس المسرحية اللي هي هاملتون. هاملتون احس اني راح احبها لان it's musical وانا وايد احب الاشياء اللي يكون فيها شيء غنائي او موسيقي. Thank you.
اوكي صباح الخير. اول شيء انا اليوم قعدت الصبح مبكر وكذي علشان انا بخلص الكتاب، وانا بقال يمكن تقريبا قلت لكم اقل من 100 صفحه، اللي هو كتاب كبير اوف ذا ثري. This point احس ما ادري شنو احس بالضبط، لان تخيلوا ان خلينا نقول لكم قصه هذا الكتاب. شريته يمكن اول مره قبل 4 سنين او 3 سنين، وتعرفون انه مش شريته وما كنت اعرف عنه اي شيء بالضبط. قريته على طول من اول ما شريته، بعدين السنه اللي وراها على طول شريت الجزء الثاني بس انه ما قريته، واللي هو نقول لكم يمكن 2017 كذي. بعدين كل سنه صار ان انا ارد اقرا الكتاب مره ثانيه، لان انا وايد حاسه شعور اني خايفه اكمل الجزء الثاني، بس at this point احس فيني انا خلاص قصرتها ولازم اقرا الجزء الثاني. بس هذه المره لما انا رديت قريت حسيت ان الحين صد انا الحين عندي كل شيء ابي اعرفه من هذا الكتاب، خلاص اقرا enough from it, this is enough and I need to move on. عندنا الجزء الثاني ما ادري شلون راح يكون الوضع، حيل ما ادري. beside exile ابي احط شيء واضح حقي عشان اعرف شنو الاشياء اللي بقراهم حق شهر 12. فعندنا اول شيء نفس ما قلت لكم هذول الكتب الثلاثه الصغار، عندنا الجزء الخامس، عندنا طبعا اكيد فران المحصه، وراها عندي graphic novel اللي هي اسمها amulet واللي هو الجزء السابع الحين هذا. واخير شيء انه يعتبر رائع يمكن تعتبر خفيف، واللي هو وومن انسان. الكتاب هذا انا عندي اياه من زمان، وكل مره يصير فيني اني ابي احاول على الاقل اقرا مثلا كل يوم صف، لانه هو عباره عن عندنا رسمه وبعدين عندنا كلام، واللي هو يتكلم عن 50 عالمه. الوحيد هذا الكتاب اللي هو نون فيكشن، والباقي كلهم فيكشن. جايز نسيت اقول لكم امس خلصت من فيلم وولف ووكر، كان وايد وايد حلو. بس عقب ما خلصت منه رحت شفت هاملتون. الموضوع اللي صار يمكن وصلت لين نصه وخلاص حسيت اني صرت تعب، بعدين شفت انه كان بقالي ساعه ونص، وانا بدي شفت ساعة ونص، يمكن كانت وايد حلوة، انا حبيتها اكثر من ما انا كنت متوقع. هلو مساء الخير. اليوم الصبح قاعد اقرا، صار قاعد مبكر قبل شي وقت كلاسات وكذا عشان يمديني اقرا، لان احس من يبدا الكلاس يصير فيني انه اوكي ما اقدر اسوي ولا شيء الا اني اركز فيه. اوكي فالكتاب اللي كنت قاعد اقراه الصبح اللي هو الجزء الثاني ما احس اني قريت منه وايد، يعني يمكن الحين وصلت يمكن 60 او شيء كذي. بدي اقول لكم انا شلون هذا الكتاب شي بدا بطريقه هالحلوه، يعني حسيت انه احس انه اول 200 صفحه راح يكونون كبد مقدمه حق الكتاب، والصد راح يبدي بعدين نفس ما قلت لكم كتاب 600 صفحه. احس راح يكون اهم من انه بطيء وما راح يصير اشياء بسرعه، اي دونت مايند حرفيا، بس بنفس الوقت يصيروني انا مستعيله حدي وابي اعرف كل شيء الحين. شلون انه صوفي للحين احس انه قاعد يطور كادميه او شو قاعد تشوف، يعني جوانب من شخصيتها وحتى جوانب من الشخصيات الثانيه، واحس ليك وايد حلو والله. اوكي شيء ثاني بعد بدي اقول لكم اني خلصت هاملتون، كانت وايد حلوه. يعني البلاي هذه يعني بيسايد انه هي اساسا مبنيه على قصه حقيقيه واللي هو الكسندر هاملتون، ان اوفر اول يعني القصه وشون قالوها. تحبون اشياء الموسيقية والمسرحيات وشيء كذي هايلي ريكومندد. الاسبوع الجاي واللي وراه راح يكون عندنا الوينتر بريك مال جامعتنا، بس قسوت الجامعه قررت انها تعطينا وينتر بريك بس بمقابل ان اول يوم من بعد الوينتر بريك عندكم زيان تسليم، فاحنا راح نقعد بالوينتر بريك نسوي الشغل. واحس ليك الله ونصر. كنت رايحة مكتبة السنافر بشتري اوراق طباعة عادية يعني وفهم شيء، وكنت بشتري هذول تعرفونهم مال فواصل كتب، بس بالطريق شريت ستيكرز معاهم وشريت اوراق رسم، وبالطريق شريت لي ولقيت بعد حق ميراكلس ليدي باج. فان فاكت اي فاوند ذات ان هذا اساسا مطبوع بالكويت، حسيت الله ندعم المنتجات الوطنية يعني. جايز تخيل الموقف. اوكي صباح الخير. اول شيء تخيل الموقف معي، رايحه داشن الدكتوره اقول لها دكتوره كسرت تقويمي، ودي اقول لها السبب بس يضحك. تخيل كسرت علشان كليت موزه، عشان كذي هي قالت لي لسه ما توقعت انه راح يصير، لانه هذا خفيف بس انه نوع غير عن اللي كم مره. فهالشهر راح يصادف انه يمكن رحت عندها ثلاث مرات. ام سنسينج ان شاء الله توداي انه يكون يوم حلو، لانه اول شيء خميس از اي سيد ان احنا راح نبدي عطلتنا. يمكن بعد شوي عندي اسايمنت احسلمه وبعدين يمكن عندي كلاس. اوكي بس يعني اظن كنت قدام شيء مو زين.
زين عرفت، لأن حرفيا الكلاس راح يكون إنه بس شيء خفيف، ما راح يكون نفس عادة الكلاسات كلها. وقريت شوية اليوم الصبح أول ما قعدت، كملت الكتاب بس إنه تقريبا يمكن بس وصلت 100 وشيء الحين. أنا معصبة من نفسي ليش إني خليت هذا الكتاب سنين ينطر على الرف. It's so good like تعرفون إن كل شابتر يخلص تصير شيء، بعدين قصر فيني ما أقدر أهدأ، عشان شيء قاعد أقرأ شابتر ولا شابتر ولا شابتر. في حركة دائما أسويها وأنا أقرأ، خصوصا أنواع الكتب اللي يكون أشياء إنه ممكن إنه تنكشف. فكنت كاتبة مني إنه يمكن شيء يمكن راح يصير، المهم الصفحة اللي وراها صار. قاعد يصير فيني إنه وايد قاعد أدمج حالي بالكتاب. أوكي شوفوا الخطة هي أصلا أنا ما أكسر الكتاب من على الجنب، بس إني كسرته. anyway أهم شيء إني خططت وحطيت الأشياء اللي أبيها وكتبت مشاعري. إن البداية شوية مو بطيئة بس إنه قاعد تأخذ وقت، يعني ما أحس إن أشياء قاعد تصير فوق فوق، عشان شيء قاعد أحب هذا الشيء. ما توقعت إن الأشياء أصلا راح تصير شيء من البداية على طول، فصار فيني بسم الله الرحمن الرحيم هذا بداية الكتاب وكذي. يعني الحين خلصت هذا البارت وقالي طبعا وايد لان الكتاب كبير، نشوف شو راح يصير معاهم. البوستر كان وايد صعب ان نحطه، وايد يابس. يعني العاده كل مره تكون البوسترات اللي عندي اوراقها تكون خفيفه. الثاني اللي عندي بحطه مكان ثاني، ان اتوقع راح احطه يمكن مني تحت هذا. البوستر الثاني هذا وايد اكبر من اللي حطيته توه، فراح اسوي بعدين. توني قاعد استوعب شيء، دقيقه تو اكتشفت ان هذا طاحت. كان طلع من ورق، قاعد تروني شنو هذا اللي طايح؟ ما ادري شلون طاح، لان الزلاق اللي قبل كنت حطيتها شويه مو زين. أحس لك صوايد عدلهم. أوكي صباح الجن، صباح البنت البريك. أحس هو أوفشلي يبدي يوم الأحد، بس أنا ببدي اليوم اللي هو الجمعة، بس بحاول أدوما بس أستغل البريك هذا بطريقة زينة، لأنه راح يكون it's my last winter break. الوينتر بريك يعتبر my favorite. نشوف شنو راح نسوي بالوينتر بريك. بس بقول لكم شيء أول شيء. أوكي أول شيء بقول لكم إن أنا قاعد أقرأ من هذا الكتاب اللي هو من إنساينس، اللي يتكلم عن 50 ومن وشنو سووا كذي. أتوقع ما أدري كم واحدة قريت، بس يمكن وصلت لصفحة 50 أو 55، وحسيت إن الكتاب إن حطيت على الشخصيات اللي حسيت إنهم إنترستينج، وحسيت إن أبي أرد أقرأ عنهم بعدين. يمكن في واحدة بس الوحيدة اللي أعرفها، باجي ما أعرف ولا واحدة منهم. although the fact that إن الكتاب مو مذكور وايد معلومات عن إن الشخصية نفسها، نقول معلومات إن متى ولدوا ومتى ماتوا، شنو الأشياء العامة سووها عن أهلهم وأشياء كذي. بعدين مني مكتوب إن نفس اقتباس، بعدين أشياء مني مكتوبة بعد، إن المعلومات المكتوبة مو وايد معقدة. يعني إن الوحيدة اللي عرفتها من الكتاب هذا اللي هي ماري كوري، أتوقع إن ماخذين عنها مرة بال علوم او شيء كذي، يعني بايام المدرسه. هذا من بين كل شخصيات اللي قريت، ممكن احسب فيني على الاقل يعني عرفت احد. اظن فاكت انه ما احس اني هم الحين ببالي كله، بس انه بشكل عام على الاقل صار عندي فكره انه في اشياء احد سواها تعودنا، او يعني انا بحياتي كلها ان درستهم شيء كان كله عن مثلا الريايل. شنو ما قلنا هم ما سووا شيء، بالعكس، بس في ناس كانوا معاهم، في ناس كانوا مساعدين من التاريخ. didn't give the chance for them ان نكتب اسمهم او ان حتى ياخذون جوائز. اوكي بقول لكم عن واحده اسمها ليزا، اللي مولوده 1878
اسبوعين بفيينا، فيعني شيء وايد من زمان. الموضوع مو مني، الموضوع انه حاشها فتره من الحرب العالميه، هتلر كان يذبح ان الجويش بيبل، هي كانت جويش فما قدرت ترجع المانيا عشان تستلم جائزه النوبل، فمساعدها خذاها بدالها فصارت الجائزه تحت اسمه مو اسمها. يعني احس انه شويه شيء زعل انه ما قدرت تاخذ الجائزه اللي هي تستاهلها، بس بنفس الوقت انه شيء ما كان بيدها انه ما قدرت ترجع المانيا. اوكي، عندنا مثال ثاني حق وحده اسمها اما، وهي اساسا ماثيماتيكال اند ثيوريكال فيزيك، هم انه مولوده بالمانيا 1882. خلونا من سالفه ان هي سوت ثيوري وهي اسمها نيوثر ثيوري، شيء له علاقه بالفيزياء والرياضيات، بس انه مذكور ان هي كانت تتلقى وايد كلام سلبي انه يطنزون على وزنها وشكلها وكذي، فصار فيني او ماي جاد مان ار لايك اكشلي لايك انه يدورون اي عذر بس عشان يحطونها يحبطونها. الحين ما احس اني ابي اكمله مع انه حيل عاجبني، بس حسيت ان خليت وايد معلومات. هل يمكن تتسألون أنا ليش قاعدة بالأرض وراي هذول الكتب؟ إذا كنتوا ضايفين بالإنستغرام أو بتويتر راح تعرفون ليش. بس أنا طلعت الكتب اللي شريتهم هذه السنة، فطلع هذا المعنى، وحسيت إن مجموعة هي نوعا ما حلوة بس نوعا ما لازم استحلوي. اللي شاف الفيديو يمكن ما أدري أي فيديو كان شنو العنوان ماله، قلت إنه ما راح أشتري شيء هالسنة أو شيء كذي، وصراحة سويتها ترى أول بداية السنة ما شريت ولا شيء، يمكن بديت أشتري نهاية شهر 6، وبعدين شوي 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 إنه في بعضهم كانوا يولي هدايا بعيد ميلادي اللي هو كان شهر 2، وبعضهم من ناس ثانيين شيء نعطوني من غير مناسبات، في كمية يعني أنا شريتهم بس إنه مو نفس كل سنة. يعني هالسنة حسيت إنه ترى وايد أقل، يعني أحس أنتم ما تعرفوني قبل بس ترى I usually like buy more. وعاد في من في قريت منهم، في لحم ما قريت منهم، اللي ما قريت منهم أغلبهم هم السلاسل، لأن إذا ببدأهم ما بيقراهم على طول كلهم. عندنا مجموعة تحت اللي هم هذول موت بوك أوف ذا مان، أنا وايد ريدي حق السنة الجاية وإني أكون معاهم بعد، لأن مخططة إن أخذ عن مدة السنة، خليت بديت شهر 6 ممكن أوقف لشهر 6 اللي هو 2021. قريت منهم اثنين اللي هو هذول. أوكي سو الكتاب اللي قاعد أقرأ الحين اللي هو كتاب أنا محصلت لكم إن أنا راح أبدأ أقرأ، قريت يمكن أول 30 صفحة. أنا نسيت ايش كثر ان الكتاب موضوعه انه شويه ثقيل. بديت من الكتاب اللي قبل اتوقع قبل الاخير اللي هو مال يوميات آل سبايدر ويك، ما ادري كيف النطق، ام سوري، بس قريت اللي قبله على ما اتذكر. انا شايف الفيلم بس اتوقع اني نسيته، فما اتذكر انه كان حلو حلو كذي، عشان كذي اتوقع ان اخر اثنين راح يكونوا حلوين. قلت يمكن اقرا الكتاب هذا بس انا ما ادري راح يمتين ولا لا، لان خمس ايام بفقص هذول كلهم الدنيا ما ادري. عشان كذي نشوف، لان انا هسه من الفتره الاخيره قام اشوف اشياء وايد، لما تشوف مسلسلات، أنا مسلسلات أشوف كي دراما، قاعد أشوف وايد بابايات إن كرتون وأنمي، بحاول شيء إن أشوف الأشياء على قولتهم متونسني مدام إن إحنا حين ببريك، بس في نفس الوقت يعني إحنا عندنا أسايمنتات إن لازم نسلمهم أول ما نداوم، يوم أسوي أسايمنت، يوم أقرأ، يوم ألعب، يوم شيء، أظن شيء قصير إني من يوم واحد ما يمديني أسوي كل شيء، اليوم يوم الأسايمنت. فيمكن ما نقرأ وايد أو يمكن نقرأ بس نمو عادة الناس كل مرة. وإيه نسيت أقولكم عن شيء وايد مهم، ألا وهو إني خلصت كتاب إكزايل اللي هو الجزء الثاني من كيبر أوف ذا لوست سيتي، بس إنه هو برا إحنا بدقيقة، فهذا هو الكتاب اللي هو الجزء خلصته يا جماعة. وأحس أنا والله يعني ما أدري شلون أقولكم الموضوع، بل الكتاب هذا صدق يعني
مو انه صار وايد اشي ان حركة مشاعري او شي كذي، لا بس سالفة ان انا وايد متعلقة بالشخصيات لدرجة مو طبيعية، فقعدت ابكي عليهم وايد وايد على كل شي، حتى على اللي قاعد يصير مع صوفي. احس like despite how ان هي وايد شي صغيرة ومطلوب ان حياتها تكون احسن من كذي، بليك احس بالنهاية راح يوصل، راح يصير لها شي اللي تاهله، وان الاشياء اللي قاعد تصير معاها وايد قاعد تعود قلبي. بس ان ام هابي وايد هابي مستانسة ان she have like such a great friend، عندها ربع وايد حلوين وايد قاعد يساعدونها والناس وايد صاندينها. بس on the other hand في وايد ناس انه مو انه يكرهونها بس انه قاعد يأذونها، عشان تيجي يصير فيني انه ودي احميها صدق. وفي شخصية احس ما بيقول اسمها بس انه وايد نرفزني، هو one of her friend بس نفس الوقت قاعد ينرفزني، يعني حرفيا بس يتحكى يصير فيني اسكت اسكت تكفى اسكت. بس في احد ثاني انا وايد احبه اللي هو كيف، واللي هو موجود مني عندنا بالغلاف. كيف وديكس هم احسن اثنين انا احبهم. فيتس اللي هو اقول لكم اللي من يتكلم نرفزني، بس انه معنا حرفيا ما سوى شيء حرام، بس بنفس الوقت يأثر فيني انه ما قاعد استحمل. هالكتاب احنا ما شفناه وايد، يعني اوكي ما بيقول لكم عن اشياء ثانيه، بس خلاص بس الكتاب وايد حلو. احس انه ان شاء الله انا خطط اكمل السلسله. بالنسبه للسلسله انا ادري ان 1000% اني راح اكملها، و 1000% ادري اني راح احبها. الاشياء اللي فيها الخيال ما ادري شلون اقول لكم، يعني الغلاف هذا كافي يوريكم الجمال عن السلسله. عموما ترى هذا الغلاف هذا الجزء الثاني يمكن احلى غلاف انا احبه، بل لان في ثلاث اشياء اشخاص احبهم اللي هما سيلفيني اليونيكورن صوفي وكيف. هذول هم ثلاث الشخصيات اللي انا للابد راح احبهم. بس anyway الحين تدرون شنو ودي اسوي كذي، والكتب هذول اروح نردهم مكانهم.